السلام عليكم، تحياتي. البارح بنت هنا في هذا الجيت، ايت بن علي ان بيكالا. زدت اليوم هنا ان شاء الله، غدا ان شاء الله نمشي الطريق اللي غادي للجبل الفوق. هذا هو الجيت. السلام عليكم. سي عبد الله ازولاي، وكي جاتك عيت بك بماز، كي جاتك هادشي ديال السباق ترايل كي جاك؟ بعدا نقولوا نشكر داك الناس اللي نظموا هذاك التنظيم، التنظيم زوين، وحتى السلطات المحليه وقفت معاهم. ايوا زوين، كان نظام زوين، نظام كان نظام زوين، كان نظام فعلا كان نظام زوين. حتى عبد الله بابا كيجري مسكين، الله يحسن العوان، الله يحسن العوان، ولكن هذاك الشيء رائع زعما. انا بعدا بديت رائع. اوه سيدي، هو تبارك الله عليك السي الحاج علي، تا هو معنا هنايا. تبارك الله عليك. اهلا بكم صديق، صديق السي عبد الرحمن بقسا، تبارك الله عليك، خبير ديالنا في تربية النحل. شكرا، مرحبا، يلا شكرنا، شكرنا. تبارك الله عليك، اعترف بعلاوة كبير، الحمد لله. وعلى هيت بو كماز، شفنا جينا هيت بو كماز، نمشيو دابا للتبانت ان شاء الله. صوت السلام عليكم، اهلا وسهلا الاخوه الكرام، اهلا النجمه الكريم، تبارك الله عليكم. حنا دابا حاليا كنتواجدوا مع الاخوان اللي نظموا هذا اللقاء التواصلي الجميل البيئي في منطقه ايت بوكماز، الهضبه السعيده. اذا المنطقه كترحب بكم بابوابها المفتوحه على مصراعيها، واللقاء داز جميل، وتنبتلو جميع الاخوان نيابه عنهم، وبغيناكم يكون الحضور مكثف وجميل، حيت هذه المناطق تستحق الزياره بما فيه جماليه خاصه، من جبال، من هضاب، من اجواء، من تضامن مع الاخوان الكرام. اذا هذا اللقاء فرصه ثمينه، وتنتمنوا ان شاء الله في السنه المقبله او لا في اللحظات القليله ولا الشهور القليله باش يكون مثل هذه اللقاءات. اذا فرصه جد جميله، وما زاد جمالا هو انه اللقاء الاخوي المباشر اللي تواصلنا، كنا كنتواصلوا عبر وسائل التواصل، لكن هنا اتضح الامر، اتضح الواقع، والتقت الوجوه وجها لوجه. هذا نعمه من الله، وطمره من اعز الثمار، علاش حنا خدمنا لمدة سنوات وكتبدا كتعطي الثمار الحقيقيه والواقعيه والتضامنيه والتضحيه. السلام عليكم. هذا هو الشعيرات ديال الزفران. كيفاش السي الحاج؟ هذو هما الشعيرات ديال الزفران. ها انت كيفاش جابها هذه؟ كنجنيوها في الحقل اللي قدامكم وتنحطوهم بحال ما هكايا، حيت الا دابا الزهره الا تحلت الشمس دابا كتجمع، اذا خصها تحل تحيط في الظل. قبل ما تجمع. قبل ما تجمع. دابا الا جا الله شفتي السماء كتشوف شي وحده من هنا، إلا طلعت عليه الشمس كتجمع مباشرة. سبحان الله. إذا خصها هي كتحيد في الظل. دابا إذا هذا الإنتاج ديال الزعفران يستحسن باش يكون في دابا بحال دابا هذه ما تجمعات دابا، ولا مازال ما تحلات كاع أصلا. هذه هي. إذا دابا الزعفران اللي بغى يديرو يديرو بزاف في الظل باش يربح هذه القضية ديال الشمس. مثلا حيت هو تيتحيد عموما ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس زعما، ملي تكون الشمس صافي ما خصوش باقي يتقاس. هذه في المناطق فاش ما كاينش الشجر، ولكن البلاصه فين كاين الظل كنربحوا هذه الخاصيه ديال يمكن تخدم تطلع لي الشمس. تكمله لما اشار اليه الاخ علي، علاقه الزهره بالنحله واحد العلاقه وثيقه، بحيث ان الزهره النحله عندها علاقه من ناحيه اللون ديالها ديال الزهره، الرائحه والشمس، اللون الرائحه، وكان هناك ما يسمى ليميديتور كيميك، بمعنى ان الزهره تيمكن لها تطلق واحد الاشارات كيميائيه تتلتقطها النحله، وكان الزهره تدوق للنحله ايتي لزيارتي فانا مهيئه للتلقيح. النحله تتجي للزهره باش تاخذ الراحه واللقاح، وفي نفس الوقت تتم عمليه التلقيح. كل نحله جايبه معها اعداد تلقيح البويضة، وبالتالي تتم عملية التلقيح، لأن بدون تواجد حبوب اللقاح. دابا النحل ضروري خصو يكون، أولا كاين شي الزهور بشكل عام عملية التلقيح ديال
الزهور تقريبا 60-70-80% ديال الزهور تعتمد على عمليه التوقيع. ولكن اسمح لي دابا بالنحله، واش ضروري خص تكون النحله ولا شي زعما شي حشره اخرى؟ فعلا سؤال وجيه. هناك العديد من العوامل تساعد في عمليه التوقيع. هناك رياح تساعد في عمليه اللقاح، لان حبيبات اللقاح يا اما تكون حبيبات لقاح خفيفه وزنا تسمى انيموفيل، يا اما تكون ثقيله اونتوموفيل، بحيث حبيبات اللقاح اللي هي خفيفه وزنا يمكن ينقلها الرياح. حبيبات اللقاح في شجر الزيتون مثلا، زهور الزيتون هي خفيفه وزنا تيديها ينقلها تتنقلها الرياح، ويمكن لها تسبب حساسيه عند بعض الاشخاص، تتعطي حساسيه عندها في ظروف محدده. بخلاف اللي هي ثقيله وزنا، النحل هو اللي تيلعب هذا الدور باش ينقل هاد حبات اللقاح وتتم عمليه اللقاح. هناك حشرات اخرى يمكن ان تنقلها على حبات اللقاح، هناك الماء، هناك الاشياء، لكن التركيز على عندها ضمانه تضمن لنا تلقيح هذه الزهور واحد النسبه كبيره، ثم عندها دور كبير في رفع الانتاج، وهذا اساسي بعمليه تلقيح. تكون 70-80% ديال الزهور تعتمد على هذه العمليه، وفي جوده الانتاج، في لا كونسيرفاسيون، لا توني دو فروي، لا فيرموتي، الى ما حتى انتاجيه الزيت، بحيث انتاجيه تضاعف على جوج ثلاثه المرات بالنسبه لنوار الشمس والكورزا الى ما هنا. دور النحل عنده ادوار هامه وكبيره جدا، وتيخص لا الفلاح ولا النحال يكونوا على اطلاع بعض ببعض هذه الامور وهي شكراً. اساسيه. شكرا استاذ الرحمن، تحياتي. الموضوع كبير جدا سي علي وحقه، شكرا.